صباح الخير يا مس، ان شاء الله يا رب يكون النهار خير علينا وعليكم. اليوم الاثنين تاريخ 22/2/2021، معكم انا مس رنين من اكاديمية ثلاثية الذكاء الدولية. اليوم يا مس درسنا بعنوان من شهداء الاردن في فلسطين. اليوم طبعا يا حلوين رايحين احنا نحل المعاني المفردات والتراكيب والفهم والاستيعاب، تمام يا رابع؟ يلا يا مس كلياتنا نفتح كتابنا على صفحة 17. يلا يا مس كلياتنا نفتح كتابنا على صفحة 17 ونبدأ بحل أسئلة معاني المفردات والتراكيب. طبعا السؤال الأول بيحكي لنا صل الكلمة في العمود الأول بما يناسب معناها في العمود الثاني. بما يناسب معناها في العمود الثاني، يعني بالعمود الأول حاطين لنا كلمات وبالعمود الثاني حاطين لنا معانيها. أول كلمة عندنا الثرى. الثرى إيش معنى الثرى يا رابع؟ معنى الثرى التراب. الثرى معناها التراب. وهب. وهب شو معناها يا رابع؟ معناها أعطى. أعطى يا مس، تمام؟ الزكية معناها الطيبة. الزكية الطيبة. والغزاة هم المحتلون. الغزاة هم المحتلون، تمام يا رابع؟ هاي حل السؤال الأول يا مس، حل السؤال الأول. ننتقل على السؤال الثاني. السؤال الثاني يا مس بحكي لنا فرق في المعنى بين الكلمتين الملونتين في كل مما يأتي. ألف خاض لحناتي ورفاقه معارك ضارية. إنهم خاضوا أي إنهم قاموا بمعارك مالها قوية، إذا معارك ضارية أي معارك قوية. ماشي يا مس أو كثيرة. الذئب من الحيوانات الضارية أي أنه من الحيوانات المفترسة. أي أنه من الحيوانات المفترسة يا رابع، تمام يا مس؟ نيجي نشوف باء. نحل سؤال باء. قاض لحناتي حامية حيفا. حامية حيفا شو معناها؟ أي أنه قاد حامية حيفا بجملة هيها. أسندت إلى القائد محمد حمد لحناتي قيادة حامية حيفا وتدريب المقاتلين فيها. حامية حيفا بمعنى إيش؟ بمعنى إيش؟ منطقة حيفا أو حدود حيفا. حدود منطقة حيفا، تمام؟ باب. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم تصلى نارا حامية أي شديدة الحرارة. شديدة الحرارة. يلا يا مس نكتب اللي على اللوح سوا. لو نفتح بعدين على صفحة 18 على جيم. روى الشهيد بدمائه تراب الوطن. روى الشهيد بدمائه تراب الوطن أي سقى. سقى أو ملأ. روى جدي حكاية جميلة أي حكى. معناها حكى. يلا يا رابع. يلا يا حلوين هي السؤال الثاني. نيجي على السؤال الثالث يا مس. ابحث في الفقرة الثالثة من الدرس عن كلمة يناسب معناها سلمة. يعني نيجي على الفقرة الثالثة، هي الأولى الثانية هي الثالثة، ونستخرج منها كلمة معناها يناسب سلمة وكلمة معناها حصل على. نيجي نشوف كلمة بمعنى سلمة اللي هي أسندت. اللي هي أسندت سلمة. سلمة الكلمة
التعديلات. طيب يا مس، وحصل على ايش هي الكلمة اللي ما معنا؟ حصل على، نيجي نشوف على كلمة بمعنى حصل على حظية. حصل على اللي هي عندنا ايش؟ حظية، تمام؟ هاي بالنسبة لحل أسئلة المفردات والتراكيب اللغوية. هلا يا مس رح ننتقل لحل الأسئلة الفهم والاستيعاب. أسئلة الفهم والاستيعاب، يلا يا مس اكتب اللي على اللوح. يلا يا رابع يا أبطال رح ننتقل هلا لحل أسئلة الفهم والاستيعاب. السؤال الأول، ماذا فعل الأردنيون حين فرض الإنجليز سيطرتهم على أرض فلسطين وفتحوا باب الهجرة اليهودية إليها؟ ماذا فعل الأردنيون حين فرض الإنجليز سيطرتهم على أرض فلسطين وفتحوا باب الهجرة اليهودية إليها؟ شو كاتبين عنا هون؟ جاهد الأردنيون بأموالهم وأنفسهم دفاعا عن عروبة فلسطين. إذا السؤال الأول يا رابع نحل مع بعض، السؤال الأول بنحكي جاهد الأردنيون بأموالهم وأنفسهم دفاعا عن أرض فلسطين. يلا يا مس، السؤال التالي، من أول شهيد أردني على أرض فلسطين؟ من أول شهيد أردني على أرض فلسطين؟ شو كاتب لنا؟ كان البطل كايد مفلح عبيدات أول شهيد أردني وهب روحه فداء لثرى الطهور. إذا شو اسمه؟ كايد مفلح عبيدات. السؤال الثاني بنحكي كان اسمه كايد مفلح عبيدات. كايد مفلح عبيدات أول شهيد أردني على ثرى فلسطين. السؤال الثالث، لما أسندت إلى القائد محمد حمد الحناتي مهمة قيادة حامية حيفا؟ يعني ليش أخذ القائد محمد حمد الحناتي مهمة حامية إيش أو قائد حامية حيفا؟ بنحكي السبب هيها، لما يتمتع به من خبرة وشجاعة؟ إذا لما، سؤال ثلاث، لما يتمتع به من خبرة وشجاعة؟ إذا لما يتمتع به من خبرة وشجاعة؟ تمام الناس؟ طيب السؤال الرابع، ماذا كانت نتائج المعارك التي خاضها كايد مفلح عبيدات ومحمد الحناتي ورفاقهما في وجه الغزاة المعتدين؟ يعني المعارك اللي أقاموا فيها شو كانت نتائجها؟ شو هي كانت نتائجها؟ شو مشهد منا؟ وخاض مع رفاقه معارك ضارية قتل فيها أعدادا من الصهاينة. إذا كانت نتيجتها يا مس إنه قتل أعداد من الصهاينة، قتل أعداد من الصهاينة. إذا السؤال الرابع، كانت نتيجتها قتل أعداد من الصهاينة، قتل أعداد من الصهاينة. السؤال الخامس، بما تصف كل من كايد مفلح عبيدات ومحمد الحناتي؟ شو بندافعهم يا مس؟ شجعان ضحوا بأنفسهم
وأموالهم وكل شيء بيملكوه من أجل الدفاع عن أرض فلسطين. فنحن نقوم بنعتهم بأنهم إيش؟ شجعان. إذا نحن نصفهم نحكي نصفهم بالشجاعة والبطولة. نصفهم بالشجاعة والبطولة. وسؤالنا الأخير بحكي يا رابع، كيف نحرر فلسطين من العدو الصهيوني؟ كيف نحرر فلسطين من العدو الصهيوني؟ نحكي السؤال السادس، من خلال الدفاع عنها بكل ما نملك. انه احنا كل شيء بنملك لازم ندافع عن ارض فلسطين حتى ان نحررها من الاعداء. كان هذا يعني درسنا لليوم اللي هو عنا حل التدريبات، اللي هي عنا تعيد الفهم والاستيعاب ومعاني المفردات والتراكيب. ان شاء الله امس تكون اموركم تمام واستفدتوا، وبشوفكم بكره ان شاء الله بحصه جديده، ويعطيكم الف عافيه.